اوكي، المحاضرة الماضية وصلنا لآخر سلايد هون، وكان الموضوع هو عبارة عن السبيد اب تاع البايب لاين. فإحنا إذا استخدمنا البايب لاين عن الوضع التقليدي قديه راح يكون السبيد اب؟ فحكينا إنه إذا كانت الستيج بالانسد بحيث إنه كل ستيج بياخذ نفس الوقت، راح يكون المعادلة اللي بطلع فيها التايم بتوين انستراكشنز اللي هم البايب لايند انستراكشنز، هي التايم بتوين الانستراكشن الان بايب لايند على النمبر اوف ستيج. اذا كانت الستيج ان بالانسد بيكون السبيد اب اقل. طب شو البالانسد والان بالانسد؟ اخذنا مثال انه انا في احيانا بيكون عندي هنا ستيبس بتاخذ عندي 200 بيكو سكند، هم تاخذ 100 بيكو سكند، فهذا مثال على انه الستيج انبالانسد. اوكي، بالاخير الفائدة البايب لاين انه بيعمل لي انكريز للثروبوت، ولكن الليتنسي للانستراكشن ما بتغير. طيب شو تعريف الثروبوت؟ تعريف الثروبوت بقدر احكي عنها the number of instruction executed per unit of time، كم من انستراكشن انا بنفذ بوحده الزمن الواحد، سواء كانت بالمينت ولا بالاور ولا بالسكند. فهذا عباره عن الثروبوت. الليتنسي هي عباره عن التايم نيدد فور وان انستراكشن تو بي اكسكيوتد. الانستراكشن الواحده، فرضنا انا عندي انستراكشن هيك بالتوقت ما راح يقل، ولكن انا بنفذ انستراكشن، بدل ما انفذ انستراكشن ومن ثم انستراكشن ثانيه، راح يكون لا، انستراكشن وهي بتشتغل بنفذ انستراكشن، ببلش انفذ انستراكشن ثانيه، فبلاحظ وبعدين ببلش انستراكشن ثالثه. فهون فعليا الليتنسي هي الليتنسي لانستراكشن واحده، هون الليتنسي لانستراكشن واحده، فما راح يقل الليتنسي، بس الثروبوت هو اللي بيزيد. طيب شو العلاقه بين البايب لاين والانستراكشن سيت اركيتكتشر؟ اول اشي احنا بنعرف انه احنا قاعدين من ننفذ او نعمل ديزاين لسيمبل بايب لاين ل انستراكشنز اللي هم اللود والستور والبرانش والارثماتيك لوجيك، زي الاد سبتراكت اند اور. ففعليا في علاقه كثير، يعني علاقه مباشره بين انستراكشن سيت اركيتكتشر والبايب لاين، لانه انا بدي اعمل بايب لاين للانستراكشنز. اذا تغيروا الانستراكشنز معناته السيركت او اللي هو الداتا باث والكنترول راح يفرق. فبيحكي لي انه all instruction are 32 bit. هذا الحكي صحيح بحالتنا الريسك في ايش، يعني بتكون الامور اسهل اني اعمل فيتش وديكود للانستراكشن ب 1 كلوك سايكل. ولكن على سبيل المثال بحالة ال 8086 اللي هو البروسيسور تاع انتل، instructions السايز تاعها مش دايما 32 bit، الانستراكشن ممكن يكون 1 بايت حتى 17 بايت، وبالتالي الانستراكشن لها ديفرنت سايز، فالفيتشنج والديكودنج بيكون اصعب شوي. اوكي، فبحكي لي if you and regular instruction format can decode and read register in one step. احنا نتعامل مع instruction format اللي هم كم من واحد، هذولا بقدر احكي عنهم they are few and regular، عددهم قليل والديزاين او شكلهم بسيط. فعشان هيك انه انا ممكن اعمل ديكود وريد للريجستر بخطوه واحده، فبيخلي الامور اسهل. هسه بالنسبه لللود والستور ادريسنج، اذا بدي اعمل لودنج فروم ميموري او ريستور كونتنت اوف ريجستر انت ميموري، على حالتين انا بدي اعمل كالكوليت للادرس بالثيرد ستيج. طب شو هي الثيرد ستيج؟ حكينا انه انا عندي فيتش ديكود execute memory write back. فانا بالثيرد ستيج، الثيرد ستيج هي اللي بحصل فيها الادرس، بحيث انه انا اجمع البيس مع الـ مثلا الاميديت او افست، اجمعهم مع بعض ويصيروا بالنسبه لي ادرس، راح اروح على الميموري بهذاك الادرس في هاي بالميموري ستيج. اذا حصلت الادرس انا بيكون بالاكسكيوت.
وبالتالي انه انا بعمل كالكوليت للادرس من خلال الثيرد ستيج وبعمل اكسس للميموري بالفورث ستيج. راح تشوف كمان شوي بالسلايدز اللي راح يكونوا معنا. طيب موضوع البايب لاين موضوع كويس ولكن في مشاكل. المشاكل بتبلش من شيء اسمه هازارد. ما بعرف حدا منكم اخذ الاو اس اوبريتنج سيستم؟ يا شباب حد اخذ الاوبريتنج سيستم؟ اتوقع رقمه 460 ولا حدا؟ طب حد سامعني؟ دكتور. طيب اوكي بالاوبريتنج سيستم في شيء اسمه ديدلوك. الديدلوك انه انا في عندي تو بروجرامز بدهم نفس الريسورس وبالتالي الاثنين بيقعدوا يستنوا فيه. طب شو هم الريسورس؟ الريسورس ممكن يكون الميموري ممكن يكون انبوت اوتبوت. ففي شيء بيشبهنا هون. طيب على فرض انه احنا لسه الكورس اوبريتنج سيستم ما حد اخذوه بس انه كانت يعني راح يسهل علينا. هسه الهازارد هي عبارة عن situation بيسبب لي مشكلة انه situation that prevent starting the next instruction in the next cycle. احنا كنا نحكي انه انا عندي instruction بنفذها بعدين instruction ثانية بعدين ثالثة بعدين رابعة بعدين خامسة. ممكن انا نفذ الانستركشن هون اجي اوقف هون. طيب كمل مش عارف اكمل او مش قادر اكمل. ليش؟ لأنه بدي إشي وهذا الإشي مش موجود. فهي هي عبارة عن الهزر. أنت فرضنا مثال أنك بدك تسجل الفصل الجاي ونتيجة الفصل والتسجيل الفصل الجاي بيعتمد على نتيجتك الفصل هذا ولسه النتائج مش مبينة فبالتالي ما رح تسجل. أو بتوقع أني أنجح بكورس مش عارف شو اسمه وبروح بسجل الكورس البعدية. صحيح بالتسجيل؟ بما انه قرب التسجيل للصيفي. طيب لا سمح الله انك بدك تاخذ كورس مش عارف شو اسمه كورس 1 بعديه راح تاخذ كورس 2 وهو متطلب سابق. بتروح تسجل كورس 2 ولا بتستنى لاخر الفصل وبتضيع التسجيل؟ معي سؤال اي حدا؟ هسه على التسجيل فرضنا انه قرب تسجيل الفصل الصيفي وراح اخذ كورس 2 او اوكي رح اخذ ال 440 على فرض اني خلصت ال 320 هذا متطلب سابق. فانت بتروح تسجل وبتفرض حالك نجحت هون ولا ما بتسجل بتقول انه انا ما نجحت ولا بتستنى لاخر الفصل تتسجل؟ نسجل. ليش بتسجلي؟ دكتور رح استنى لاخر الفصل. مو التسجيل بيكون خلص يعني بتستنى لاخر الفصل مشان تعرف نتيجتك بتضيع التسجيل عليك ولا بتتوكل على بتقول خلص انا ان شاء الله ناجح بالكورس راح اروح اسجل هذا ولا سمح الله رسبت فيه راح ارجع اسحبه ولا بتقول لا انا ما راح اسجله وبديش اياه لان هيك هيك راسب. شو بتعمل؟ اوبس بسجله ايوه خلص بتسجل بغض النظر النتيجه بسجله انا وبعدين بعدين اذا في صار اشي برجع ايون. هاي هي عبارة عن الكنترول هازارد شباب. اوكي يعني هذا المثال يعني طلع معي هيك ما كنت مفكر فيه قبل بس يعني بيشبهنا. هسا انا في عندي ثلاث انواع من الهازارد. الهازارد اشي بمنعني انفذ الانستركشن الجاية. اول نوع استركتشر هازارد والنوع الثاني ديتا هازارد والنوع الثالث كنترول هازارد. الكنترول هازارد بما انه بلشنا فيه راح اروح عليه انه انا مش عارف زي ما واحد بيحكي لي مثلا branch of equal x1 x2 label 1 بدي اكمل هون وهاي label 1. انت قاعد بتنفذ بالinstructions او يعني مش انت اللي هو بروسيسور الكومبايلر صار هون branch of equal يعمل branch هون ولا ينفذ يكمل هون وبعدين هون بعدين هون بعدين هون. زي ما انا اوكي عندي تسجيل بكره وانا الكورس ما خلص لا بفرض انه انا ناجح اوريدي طن خلاص وبروح اسجل الكورس اللي بعديه. اخذت قرار انا بس القرار مش متاكد بانه بس ما بدي استنى. هاي نفس الاشي هون برانش اوف ايكوال. هل انه انا بقعد استنى بالبرانش ولا بفرض انه اي توك ذا برانش وبعمل جمب هون او انه بفرض انه البرانش كان غلط وبكمل هون. فهاي عباره عن الكنترول. انت وصلت لمرحلة انت ماشي صرت لمفترق طرق بدي اروح هون ولا اروح هون
اوكي بتفرض انه انا لا راح اروح هون وبتمشي، في حال طلع قرار غلط اوكي ترجع محل ما كنت وبترجع على الطريق الثاني. فهاي عبارة عن الكنترول، deciding on control action depend on previous instruction. انا بستنى previous instruction تا تخلص ومشان اعرف وين اروح. structural hazard انه انا require resources وهاي resource is busy. يعني المعروف بالبايبلاين انه احنا راح تشوف كمان شوي في عندي instruction memory وفي عندي data memory. فالميموري جزئين مقسومة، واحدة بخزن فيها الانستركشنز والبروجرامز اللي أنا بنفذ فيهم، واحدة بنفذ فيها الداتا اللي بتعامل معها. هاي الطريقة إنه أنا أتعامل مع تو ميموريز بحل مشكلة الاستركشر. ليه؟ لأنه تخيل أنت قاعد بتنفذ الانستركشن فأنت حاجز الميموري وفي انستركشن ثانية بدك تكتب على الميموري أو تقرأ من الميموري، طب ما هي الميموري محجوزة إليك، فما بصير اثنين يقرأوا أو يكتبوا على الريسورس مع بعض. فالريسورس بحالتنا هون بمثال عليه مثلا، الريسورس ممكن يكون هي عبارة عن ميموري أنا بدي أكتب على الميموري واحد ثاني، أو أنا بدي أستخدم الـ ALU أعمل addition أو subtraction وفي انستركشن ثانية بدك تستخدم وتعمل addition أو subtraction. فهي مثال على الريسورسز. ف مبدأ إنه إحنا عنا two memories هو عبارة عن حل لمشكلة structure، بحيث إنه أنا بقدر أتعامل مع instruction memory ومع data memory at the same time. النوع الثالث هو data hazard. data hazard أنا بدي data بس هاي data بعدها مش جاية. ليه؟ لأنه في instruction قبلية قاعدة بتشتغل لي عليها، راح نشوف عليها أمثلة عليه. فأنا بدي أتذكر structure data control. طيب هون بحكي لي إنه structure structural hazard هي conflict for use of resources. في عندي resource two instructions they want to use the same resource at the same time. مين يستخدمه ما بعرف. فعشان هيك in RISC-V pipeline with a single memory load والstore require data access. إذا أنا بدي أعمل load data from memory أو store data into memory معناته أنا بدي أعمل access للdata memory، معناته أنا بدي أستخدمها. كمان إذا بدي أعمل instruction fetch، instruction fetch إنه أنا قاعد بقرأ instruction من memory، فأنا قاعد بدي أقرأ من instruction memory. ف إذا الميموري محجوزة لغيري أنا ما بقدر أستخدمها. فعشان هيك إذا حدا بيستخدمها غيري لازم أعمل إشي اسمه استول، استول اللي هي استنى يعني. فالإنستركشن فيتش would have to stall for that cycle، رح تستنى لسايكل حتى الميموري تفضى وأقدر أستخدمها. هذا بيسبب لي إشي اسمه بابل، رح نشوف البابل إنه أنا كأنه كلوك سايكل I did nothing، مشت الكلوك سايكل بدون ما أنا أعمل فيها. عشان هيك البايبلاين داتا باث require separate instruction data memories، أو إذا الميموري وحدة لازم أستخدم تو كاش. الكاش ما بعرف، ما أتوقع عشانها مرت معكم قبل أم أكثر يعني. الكاش هي عبارة عن small piece of memory بخزن فيها جزء من الميموري تاعتي. مثلا إنه دائما الكاش ميموري مفروضة لهيك بالكتب، هاي عبارة this is cache memory. فأنا هون عندي main memory، المين ميموري أنا دائما بيكون عندي CPU، والCPU على نفس الشيب بيكون في كاش ميموري. الكاش ميموري صغيرة it's small، راح تمر معنا بشابتر 5 fast expensive. فبتكون صغيرة لانها اصلا مع السي بي يو على نفس الشيب، بتكون سريعه واكسبنسيف. فانا بروح بجيب لي جزء مثلا جزء من الداتا من المين ميموري، في داتا بخبي لي اياه هنا. فانا ات ذا اند لازم يكون عندي تو سيبريت انست ميموريز. اذا عندي جاست اونلي ون ميموري لازم يكون في عندي تو كاش اوكي عشان اقدر امشي بالموضوع. هاي عباره عن ستراكشرال هازارد. طيب عشان هيك بدي ارجع انا بس هون، مع انه يعني سلايد بعيد هون.
إذا ملاحظين كان معنا دائما يكون عندي instruction memory، وهون شوفي عندي data memory. واضحة؟ بس بدي أسمع واضحة ولا مش واضحة؟ instruction هاي أصلا محلولة من أول، يعني مشكلة الstructural hazard محلولة، يعني من البداية it is already simplified. أوكي؟ فهاي الstructural hazard. أسا في عندي إيش اسمه data hazard. data hazard يعني موضوع بسيط جدا. An instruction depends on completion of a data accessed by previous instruction. مثال هاي instruction add x0 x1 x19 هاي معناته x19 الريجستر راح تنحط فيه data اللي هي عبارة عن x0 بجمعها أو هو بجمعها ل x1، صح ولا مش صح؟ دكتور طيب sub x19 هاي بجيب ال x19 بطرح منها X3 وين بحطها؟ بالـ X2. طيب سؤال X هون الانستركشن الأولى الأوتبوت تاعها وين تخزن؟ بالـ X19. طيب والصب شو عملت بالـ X19؟ على إنه إنبوت أخذت قرأت منه، صح ولا مش صح؟ دكتور طيب احنا هاي دائما بنعرفها، بقول انا بجمع وبحطه ب X19 بعدين بجيب ال X19 وبجمعه او بطرح منه X3 وبحط الناتج، هاي الامور تمام. بس اذا انا بدي اعمل بايب لاين لازم يكون الناتج جاهز. البايب لاين احنا بنعرف شو اللي بصير. احنا حكينا البايب لاين 5 خطوات: instruction fetch، هاي على فرض انه انا بدي اشوف how the instruction are executed، بدي انا اتخيل حالي جوه البروسيسور كيف بيشتغل. اذا بدي اعمل add بجيب fetch decode execute memory write back. اول instruction ال add ما في تعامل مع الميموري، فهون فعليا اذا ملاحظين شباب دائما بعطيني جزء مظلل، مظلل بحكي لي وين الاكشن، يعني وين فعليا انا بسوي operation. فانا فعليا بالميموري ما عملنا شيء بالميموري. طيب الناتج بيصير جاهز ومكتوب على الريجستر هون من خلال اني انا اعمل رايت باك، صح؟ يعني انا هون جمعت ناتج الجمع جاهز معي، الكلوك سايكل بعديها ما بعمل اشي، الكلوك سايكل بعديها بكتب على الريجستر اللي هو X19. فباللحظة هون الناتج موجود بX19. حلو. طب انه انا بدي اعمل instruction بعديها اللي هي sub. sub شو بتعمل؟ اول شي بتعمل fetch، تقرأ الانستركشن هاي كلها، بتجيبها تأخذها على فرض انها 64 bit، بتحطها وين؟ بالinstruction register، بتجيب الانستركشن. بعدين بعمل decode، بشوف انه انا بدي اتعامل مع 3 registers، 2 منهم registers هاي وهاي على انهم source وهذا على انه destination. اوكي؟ بعدين بدي اعمل شو؟ execute، بدي اطرح. طب هذا X19 بدي أطرح منه X3، ما بقدر أطرحه إلا إذا إنه موجود، فأنا ما قدرت أطرح إلا هون. ليه؟ لأنه صارت الناتج جاهز. أنا قبل شوي قاعدين إحنا مشاطر متفلسف نحكي أنا بدي أعمل pipeline، معناته الأولى ما هاي قلنا fetch decode execute memory write back، المنطق إنه أنا أبلش بعديها مباشرة هيك، اعمل fetch decode execute memory write back. طب منلاحظ انه لازم هاي الفتش الكلوك سايكل اللي بعديها عملت fetch. طب هون لا، هاي الكلوك سايكل بعديها ما عمل، عمل بابل يعني اللي هي ستول ولا اشي، بعدين الكلوك سايكل بعديها ستول، بعدين عمل fetch. معناته كم من كلوك سايكل ضاعوا هنا معي؟ مش صعب السؤال، يعني كم من كلوك سايكل ضاعوا بين الاد والسبتراكت؟ 2 كلوك سايكل. هاي طيب انا يعني البايب لاين ضاع علي، يعني معي معناته حتى انفذ 2 انستركشنز اخذ 1 كلوك سايكل، 2 3 4 5 6 7 8 لانه ورا بعض. ففعليا انه انا اضطريت استنى 2 كلوك سايكلز حتى ناتج الادشن
صار جاهز بهذا الريجستر، بعدين رجعت الانستركشن قرأته، صح ولا مش صح؟ دكتور. طيب شو رأيكم في حل؟ أضيف كمان فاريبل عشان يعني أدخل الإكس 19 فيه. طيب طب دكتور، في مثلا هون علاقة للسيكوينشال والباراليل؟ في علاقة، مو أنا instruction في علاقة بيناتهم. الصبية أول إشي حكت إنه أضيف، يعني أوكي مش عارف أنا أجيب مثال، يعني أنت ممكن فرضنا بدك شغلة من أخوك بالبيت، بقول لك أعطيني، بتقول لا تني أحطها مكانها وأنت روح جيبها. طب إذا شغلة بدك إياها من واحد ومعه، ليش يروح يحطها بمكان وأنت تروح تجيبها من هذاك المكان؟ هسا أنا وياك بدي أسألكو، هاي فيتش ديكود إكسكيوت، هون ناتج، هون أنا ما بعرف مبين عندكم، أنا وين بكتب؟ هون بكتب بالمنطقة هون. هون ناتج عملية الأديشن جاهز ولا مش جاهز؟ أنا عرفت ناتج الأديشن ولا ما عرفته؟ هون كان جاهز طيب بس مش مكتوب على الريجستر. أيوة، هي هون الحل، إنه أنا فرضنا إنه أنا بدك واحد مثلا مش عارف وين، اوكي بدك كاس مي من اخوك، بروح بحط لك اياها على الطاوله او مكان، بقول لك روح جيبها. طب يا اخي ليش اروح اجيبها؟ اعطيني اياها مثلا، واصلا جزء ما يجيب الكيش اصلا يعني، بس انه بده يقول لك روح جيبها من هناك. طيب فالفكره انه الفاليو تاعت اكس 19 هون جاهزه، بدي اسال هون جاهزه ولا مش جاهزه، بس بدي اتاكد منكم. جاهزه جاهزة. طب هنا ما عملش إشي لأنه بده يكتب على الميموري، والإنستركشن هاي أصلاً ما فيها كتابة على الميموري، فما عملش إشي. هون راح كتب على الميموري فصارت مكتوبة على الريجستر، بس هون كانت موجودة بالALU، هون كانت طالعة من الALU بس معي مش مكتوبة على الريجستر، فأنت بتقول لازم أعطيني إياها، ليش تغلبني؟ فراح إشي كأنك هيك بتفروتها إله، انك بتاخذها مباشره بس تكون جاهزه بدون ما تضطر الانستركشن تكتبها على الريجستر وانت تروح تقراها من الريجستر. فهاي قاعدين نحكي عنها احنا، انه انا الحل بعمل فوروردنج. الفوروردنج انه الاوتبوت از فوروردد تو ذا نيكست ستيب، يعني از نون از باي باسنج. فزي ما حكينا قبل شوي انه انا بعمل فيتش decode execute، فالناتج هنا جاهز. هنا اوكي غير ريجسترز بس مش مشكله، 1 2 كتب 2 و 3 كتب على 1 وبعدين 1 على 5، فهون الناتج جاهز، الريزلت جاهز بس مش مكتوب على الريجستر. فالكلوك سايكل هنا صارت الريزلت صارت مكتوبه على اكس 1، فانا ممكن اعمل انه فعليا هاي instruction fetch وعملت fetch للبعديها. اللهم اذا بدي اعمل decode فالinstruction او الـ input تاع الـ ALU اللي هو الـ X1 ما قرأه من الريجستر، قرأه من الـ ALU اللي قبليها مباشرة. وضحت شو فكرتها؟ فالresult when result okay use result when it is computed، انت بتاخذ الريزلت بس تجهز، ما بتستنى فيها حتى تجهز وتنخزن، تتخزن على ريجستر تقرأها من هذاك الريجستر. وبالتالي حليتها، بس ألاحظ في عندي هنا لازم في سلك أو في هاردوير أو في داتا باد، فذيس ريكوير إكسترا كونكشن إن ذا داتا باد. وضحت فكرة الفوروردين دكتور؟ طيب بس غير الصبية، أنا يعني حافظ أسامي خمس، أو مش أسامي والله ما حافظ اسم، حافظ أصوات كمان شخص. واضحة الفكرة؟ دكتور هذا شو بيجيك على الفاينل، او بيجيك سؤال بيقول لك وين الـ الهازارد، شو نوعه، هل هو داتا هازارد، هل هو كنترول هازارد، هل هو ستراكشرال هازارد، حل اياه. فلازم تكون يعني بالعربي فهمان الطبخه يعني. اوكي طيب هسه في شغله حلوه هون، انه انا هاي الانستراكشن الاد شو نوعها، هل هي لود ولا ستور ولا برانش ولا ريجستر؟ ريجستر. فعشان هيك الاوتبوت جاهز، بقدر اجيبه من الاي من الاي اليوم مباشره. هسه اللود يوز اوكي لود يوز داتا هازارد،
بحكي لي cannot always avoid stall by forwarding. احنا قبل شوي انبسطنا حالنا قلنا اوكي حلينا المشكلة بالforwarding زبطت، بس احيانا ما بتزبط. اوكي ليش؟ بحكي لك cannot always avoid stall by forwarding. ليش؟ لانه if data not computed when it is needed، لانه الداتا بدي اياها بس بعتها مش محسوبة، فبالتالي تضطر تستنى. زي انه انا لود، فعشان هيك هاي instruction load. قبل شوي كانت عندي execute او كانت عندي add، فكانت النتيجة جاهزة هون. هسا انا هاي instruction شو هي يا شباب؟ اقرأوا لي اياها. عليها سهم من الشمال، شو هي هاي؟ ترى شباب هذا كله مسجل يوتيوب، والله ما عارف يعني عادي تضلكم ساكتين. طيب شو هاي الانستركشن بتعمل؟ هاي الانستركشن هاي شو هي؟ دكتور بتعمل فيتش؟ لا كلها كلها على بعض. هاي الانستركشن هاي بتعمل لود، يعني راح يروح على الميموري اللي عنوانها 0 زائد اكس 2 ويروح يقرا داتا ويودي لي اياها على اكس 1، صح ولا مش صح؟ ف باللحظة هون الاكسكيوت هون شو اللي ناج اللي جاهز عندي؟ هون جاهز عندي العنوان، هون بده لازم، احنا قلنا اللود والستور بده يتعامل مع الميموري سواء يقرا منها او يكتب عليها، فالاي ال يو بيطلع لي العنوان تاع الميموري، فهون الجاهز عندي هو الزيرو زائد اكس 2 جمعهم، فانا عرفت العنوان. طيب انا بدي اروح اعرف العنوان واروح على هذا على الميموري بهذاك العنوان، فاذا بدي اقرا من الميموري فالناتج تاعي الفاينل ريزلت مش من هون، وين بيكون؟ من الاستب هاي. واضحه ولا مش واضحه؟ هون الناتج ما بعرف يعني كيف صاير زي ما بتكون، هون الناتج جاهز من الاكسكيوت يونت. هسا لا، انا ما بدي من الاكسكيوت، انا بدي هاي الناتج، هون الناتج جاهز عندي، فانا ما بقدر احطهم ورا بعض، فبالتالي اضطرينا عملنا بابل او ستول لونك لوك سايكل، بعدين عملنا فيتش بحيث انه انا بدي الداتا هون، نعم الداتا صارت جاهزه، بس لو عملناها هيك اوكي عمل فيتش decode execute memory write back، باللود الداتا جاهزه هون عند الميموري، فاذا جيت عملت fetch decode execute طب بدي الداتا هون، والداتا هون ما بقدر ارجعها لورا، فهاي ما بتزبط. اضطرينا شو عملنا؟ stall وبلش يعمل هون الفيتش decode execute ميموري، فهاي ظلت فاضية عمل nothing، فهاي عندي الداتا هون بقدر ايش اعملها فورورد لهون، بس ما بقدر اعملها فورورد لورا. وضحت الفكرة؟ ففعليا I can forward، بس الفورورد ما بتشيل كل البابلز، بتشيل بس احيانا بظل في عندي اضطر استنى شوي، احسن ما استنى كثير، بس مش ما بستنى بالمرة، لا بستنى بس شوي. اوكي طيب بدي استنى، طب في حل غير اني استنى؟ على فرض واحد بده منك شغلة بده يستنى فيك، شو بتضل تقول له استناني ولا شوف لك شغلة ثانية بعدين نرجع لي؟ ما عمرها صارت معك هيك؟ ولا عمر حدا طلب منك شغلة بتقول له ارجع لي كمان شوي؟ شباب صبايا بلا دكتور. طيب اذا بتقول له ارجع لي كمان شوي، هو بالمنطق اذا اقول له مثلا بالله اذا سمحت غيب عني 5 دقائق وارجع لي، انت بتتوقع بالخمس دقائق يعمل اشي مفيد ولا يظل قاعد يستنى؟ لا، انت بتقول له روح وارجع لي من مبدا انك بدك تشغله الخمس دقائق باشي مفيد، بعدين يرجع يكون الناتج او اللي بده اياه منك جاهز، صح هيك الفكره؟ ما بتقول له روح اقعد 5 دقائق واستناني، لا غيب لك 5 دقائق وارجع. هذا المبدا ان انت قاعد بتعمل له ريسكجولينج، هو بدل ما كان بده منك شغل الان بيروح بيعمل سمثينج يوسفول له وبرجع بلاقي اللي بده اياه منك جاهز، هيك المنطق.
فهون في إشي اسمه code rescheduling. فأنا مشان عمل avoid للستول عملنا forwarding. الفوروردينج ضبط بالديتا إذا كانت الانستركشن أرثماتيك بكون الناتج جاهز، بس إذا كان لود أو ستور، إذا كان لود بده أستنى كلوك سايكل. في حل ثاني غير الفوروردينج إنه أنا أعمل ري أوردر، أرتب تنفيذ أو ري أوردر انستركشنز. فبعمل ري أورد كود، الكود تاعي ليش؟ to avoid use of load result in the next instruction. يعني مش منطق اعمل لود لx1 بعدين هون اقول له add x1 مع مش عارف ايش، طب لود بعديها add بدنا نفس الريجستر، ما انا عارف لازم استنى هون، لازم اعمل wait او stall. فهاي بدي شوي شو بقول له اوكي سوي لك اشي مفيد، هون اعمل لك اشي مفيد. هذا الاشي مفيد اللي هو reschedule. مثال، المثال هون احنا دائما بنضل نعطي كود سي حول لي الاسمبلي. consider the following code segment، انه انا عندي كود سيجمنت بدي اجمع البي بلس اي واحطها بالاي، بعدين اجمع البي بلس اف واحطها بالسي. سهل الامور. على فرض انه البي موجود بالميموري، اوكي هون بيحكي لي here is the generated risk code V for this assignment assuming all variables are in memory. على بدي أفرض إنه كل ال variables اللي ال B وال E وال F اللي بدي أتعامل معهم موجودين بالممري، أوكي؟ بالتالي لازم أقرأهم من الممري وأتعامل معهم. فهون load 0x31 اللي هو ال offset مع ال base، وراح أحط ناتج ب x1 اللي هون فرض لي إنه B، معناته إنه X1 قرأ من X1 وحط B. هنا X2 بحكي لي load E، على فرض إنه X2 فيها ال E. طيب جبت ال B وال E، ما أنا بدي أعمل B زائد E. ال B بالميموري عملها load، ال E بالميموري عملها load. شو بدي أعمل أسا؟ addition. بدي أجمع البي ال هاي حكينا البي حطها باكس 1 والاي باكس 2، معناته صارت القيمه الاولى باكس 1 واكس 2، معناته ايش بدي اجمع؟ اد اكس 1 اكس 2 واحط الناتج اكس 3. طب ما احنا قاعدين قبل شوي الاكس 1 من وين اجاني؟ من هون. الاكس 2 من وين اجاني؟ من هون. احنا لسه بالسلايد هون قلنا اذا عملت لود لقيمه وبدي استخدمها بعديها، هون لازم اعمل ستول او ويت لون كلوك سايكل، صح ولا مش صح؟ طيب احنا منطقيا انسوا محاضره اليوم، هذا بالنسبه كود شيء له مرتب. صرت اسال بقول لك في هون ستول ولا ما في ستول، بنركز فيها بتقول لي اه والله انه انا بالاد استخدمت اكس 1 اللي جاي من لود اوكي جاهزه، بس الاكس 2 مباشره عملت لها لود وعملت لها جبتها، فهون في عندي مشكلة اللي هي عندي استنى. يعني وضحت الفكرة ولا مش واضحة؟ اوكي على فرض ان الامور واضحة. طيب بعدين بده يعمل ايش؟ ستور، جمع الناتج x1 و x2 وحطه ب x3، بعدين بده يعمل ستور. هاي شو بتعمل؟ هاي ستور ال A، جمع البي، جاب البي من الميموري، جاب الاي من الميموري، جمعهم خزنهم بالاكس 3، بده يودي الاكس 3 على الاي، الاكس 3 بده يخزنها على الاي لانه الاي هي فاريبل بالميموري، فعمل ستور. ماشي. طيب سؤال، الناتج الجمع حطه باكس 3 والاكس 3 بده يكتبه على الميموري، ففي هون بيناتهم شيء ولا لا؟ في ديبندنسي بس ما بعرف في بدي استنى ولا ما استنى. وضحت هون ولا لا؟ راح نشوفها كمان شوي. واضحه النقطه هون بدي اوضحها، انه انا اضطريت انه او مش اضطريت، في تو انستركشنز ورا بعض، هاي جمعت وحطت الناتج باكس 3 وهاي اكس 3 خزنته بالميموري، فعلى الاغلب هون ما في ديبندنسي لانه بتكون الناتج جاهز. اوكي طيب لو اجينا بدنا نكمل هون، انه الاف اللي هو
بإكس 4 الاف مخزن بالميموري، اوكي؟ فعمل له لود. طيب والناتج البي وين قلنا البي؟ اكس 2 والاي اكس 1. فجاب لي اللود فجاب الاف وحطه وين؟ باكس 4. هسه الاكس 1 عفوا هاي الاكس 1 هاي اكس 2، فبده يجمع ايش؟ بده يجمع البي اللي هي اكس 1، فبده يجمع اكس 1 مع اكس 4 ويحط الناتج باكس 5. اوكي صار الناتج. فالاكس 5 هي عباره عن ايش؟ السي اللي فيها الناتج. بعد ما الناتج صار جاهز بده يخزن لي اياها بالميموري، اوكي؟ فموست لايكلي انه الاد بعديها الستور ما في ديبندنسي. هون الاد بعديها الستور هو في ديبندنسي بس ما في ستور، ولكن الستور لانه احنا ركزنا بالمثال هذا على انه لود بعدين انستركشن، فاحنا ركزنا انه انا في عندي هون المشكله. اوكي طيب الحل شو؟ عمل انستركشن ري اوردرنج او سكيدجولنج. شوفوا كم من لود عمل هون، عمل لود لاكس 1 وعمل لود لاكس 2 وعمل لود لاكس 4. اوكي خلينا نغير اللون لانه ففعليا عمل instruction reordering. فهون x1 فالx1 صار جاب البي، ورد عمل x2 الx2 جاب الاي، وهون رد عمل شو؟ x4 الx4 شو فيها؟ f، لانه بده يقرا من الميموري، هون بده يقرا البي والاي والاف، فجابهم قراهم بالاول، بعدين جمع الx1 مع ال2 حط الناتج ب3 وخزن الناتج بالميموري، بعدين جمع واحد مع أربعة وصار الناتج بخمسة وخزن بخمسة. طيب قبل شوي كانت في عندي مشكلة إنه أنا X2 عملت لها لود بعدين استخدمتها، هون شو صار؟ عملت لود لX2 بعدين استخدمتها، شو اللي صار؟ جاب instruction خلاها هون بيناتهم، واضحة؟ اللي هي هاي وين الX4؟ هاي اللود، انتوا شايفين معي ولا لا؟ ما بعرف اذا هاي اللود ما بتعتمد على شيء، فجابها وغير مكانها خلاها بس هون. وضحت الفكره؟ فمشكله اللود بعدين الاد بطلت موجوده، انه حليناها او هو الكومبايلر حلها، هي مش انه انت كيوزر، هو الكومبايلر بيعمل ري سكيدجولينج للكود. وضحت المشكله او المشكله وحلها يعني؟ ففعليا انه انا ممكن اعمل data forwarding اذا ما زبطت ممكن او الكومبايلر يعمل ايش؟ rescheduling او code reordering. واضحة؟ على فرض انها واضحة. احد نفس السلايد بس انه كان animation، انه انا هنا اوكي اوكي هاي توضيح له شباب، انه انا كان هنا عندي load وحط الناتج بX2 وهون استخدم الX2، وهون عمل لي لود واستخدم الناتج بالإنستركشن اللي بعديها، فهون فعليا في عندي راح أعمل ستول، هون راح أعمل ستول. إذا إجا عمل إنستركشن ريأوردرينج بس من نلاحظ إنه الريأوردرينج بتوش يخرب الكود تاعنا، فاللود هون كانوا في بناتهم ولا إشي، فعمل إيش؟ دخلت إنستركشن جديدة بالنص بناتهم بين X2 و X2، صارت في instruction جديدة. نفس الاشي ال X4 كانوا وراء بعض، فهون دخل 2 instruction، فالستول ضاعت. عشان هيك لو بدي ألاحظ انه هون فعليا راح تأخذ مني 13 clock cycle، بس هون أخذت مني 11 clock cycle. فأنا بالكود rescheduling حلينا مشكلة الستول أو data dependency، وطلعنا فائدة انه بدل 13 كلوك سايكل استخدمنا قديش؟ 11 كلوك سايكل. واضحة؟ اه دكتور. طيب احنا هون ترى ما جبنا سيرتها انه لود اكس 4 ومباشرة ايش؟ كتب عليها. اوكي؟ فهي هي هون اكس 4 وهون استخدمها، فصار بيناتهم 2 instruction، هون اكس 2 وهون instruction، فبيناتهم. فهي مثال توضيحي ل بعمل كود ريسك جولينج. اخر وحده اللي هي الكنترول
هازارد نحكي فكرتها لانه ظل معنا دقيقه. الكنترول هازارد انه انا برانش دائما بيحدد لي الفلو اوف كنترول، بدي اعمل برانش، فانا اذا بدي اعمل فيتش للنكست انستراكشن بيعتمد على البرانش. هل اعمل فيتش من انه انا حكينا انه انا عندي البروجرام هيك، فرضنا انت قاعد بتنفذ طلع لك برانش اوف ايكوال ال1، اذا البرانش كويس راح اقرا هون ال1 اجيب هاي الانستراكشن. طب اذا البرانش واز نوت اذا اكسكيوتد راح انفذ هاي، اذا مش ترو راح انفذ هاي. طب وين انفذ هاي ولا هاي؟ بدي اضطر استنى. عادة ما بنستنى، بتوكل على بقول خلاص لا راح انفذ هون وبنفذ سيكوينشلي. اذا كان توقعي صح بكمل تنفيذ. اذا واحد بيقول لي اوكي انت توقعت وهذول انت نفذتهم بس هذول غلط، بتقول له اوكي بلغي اللي عملته، برجع هون اللي عملته هون اي ويل اعمل رول باك وبرجع اعمل برانش. فهاي الفكره انك تتوقع شغله وبتمشي. فالفيتش نيكس انستراكشن بيعتمد على البرانش، عشان هيك البايبلاين كانت اولويز بريدكت. هاي راح اعيد السلايد يعني اوكي. فالفكره ان انا بدي اضطر اقارن تو ريجسترز اذا متذكرين، واشوف التارجت ادرس بناء عليهم اعمل بايبلاين اعمل عفوا برانش ولا ما اعمل برانش. فعشان هيك انا بدي اضطر اد هاردوير تو ات in instruction decode. اوكي فهاي برد اعيدها المره الجايه اللي هي